وقد اختلف المفسرون في معنى حبل اللام إلى ستة أقوال. القول الأول أن حبل الله هو كتابه، وهذا مروي عن ابن مسعود وقتادة والضحاك والسدي. والمعنى الثاني أن حبل الله هي الجماعة، وهذا مروي عن الشعبي عن ابن مسعود. والثالث أن حبل الله هو دينه، قاله ابن عباس وابن زيد ومقاتل وابن قتيبة، وقال ابن زيد هو الإسلام. والرابع حبل الله عهد الله، قاله مجاهد وعطاء وغيرهما من المفسرين. والخامس أن حبل الله هو الإخلاص، الإخلاص لله في العبادة، وهذا قاله أبو العالية. والسادس أنه أمر الله، حبل الله هو أمره وطاعته، قاله مقاتل ابن حيان. وهذه الأقوال وإن اختلفت في ألفاظها فإن مؤداها إلى معنى واحد، سواء قيل أن حبل الله هو القرآن أو الدين أو الإسلام أو الإخلاص أو طاعة الله عز وجل، لأن هذه الأشياء كلها ترجع إلى معنى واحد وهو التمسك بالقرآن الذي فيه بيان هذا الدين، والتمسك بالدين الذي هو عبادة الله. وإذا قيل أنه هو الإخلاص لأنه لا عبادة إلا بالإخلاص، وهكذا كل ما أمر الله به فهو داخل في التمسك بحبل الله تبارك وتعالى.